السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلم. نواصل الحديث حول التاريخ الإسلامي، وقبل ما نواصل الحديث حبيت نرجع لثلاثة نقاط أساسية ذكرتها في الفيديو السابق. النقطة الأولى، البعض قال لي كيفاش تقول محمد ما توجدش؟ هنا حبيت نوضح نقطة. أنا وقت طرحت السؤال وبحثت من الناحية التاريخية لم أجد ولا دليل تاريخي على وجوده. لا يعني أني أنكر وجوده كشخص، وإنما أؤكد أن ليس له وجود تاريخي. فما أشخاص أخرين قبله وبآلاف السنين وعندنا أدلة مادية فعلية على وجودهم، بينما محمد ليس لنا أي دليل. وهذا إن يدل على شيء، إما محمد ما توجدش بالكل وهذا ممكن، أو محمد توجد ولكن ليس كما يصوره التاريخ الإسلامي المنقول. لأن عندما نقرأ التاريخ الإسلامي ونشوف شخصية كما هذه وما خلات حتى أثر ولو حتى صغير، هذا دليل على أن هذا الشخص مش كما يقولوا عليه أو لم يوجد. البعض يجي يقول لي أو فما القبر متاعه في المدينة، وهل حللنا القبر متاعه؟ وهل عرفنا أن القبر متاعه يعود للتاريخ اللي المسلمين يقولوا ظهر فيه؟ لا. قديش من واحد عنده قبر ولكن هو لم يوجد أصلا؟ هناك شخصيات خيالية لها قبور. إذا القبر ليس دليل، احنا نتكلم على الدليل التاريخي العلمي الحديث اللي يثبت وجود شخص أو عدم وجوده. نعرف احنا ان التاريخ فما تاريخ منقول وفما تاريخ موثق بالأدلة العلمية. مادام ما عناش أدلة علمية نقول هذا الشخص غير موجود تاريخيا. أما بعد ذلك هل وجد كشخص أو لم يوجد، ذيك مسألة أخرى. ولكن ما هو أكيد أن هذه الشخصية ليس كما يصورها الإسلام، لم تكن بتلك العظمة اللي صورها الإسلام. لأنه لو كانت كما صورها الإسلام لوجدنا أدلة على وجودها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي لاحظ هذه بعض الإخوة قال لي قلت اللي الكتابة العربية كانت موجودة قبل الإسلام وإنهم وجدوا أشعار على الحجر. في الحقيقة أنا وتقلت هذه المعلومة رجعت معناتها في ذاكرتي إلى دراسة قرأتها حول الكتابات الذي ظهر معناتها وجدوها معناتها المؤرخين في الجزيرة العربية على القبور أو على الأحجار، منها على قبر امرؤ القيس في تقريبا قرنين تقريبا قبل ظهور محمد. لكن هل هي الكتابة العربية؟ لا. الكتابة العربية اللي نعرفها توا ظهرت بعد الإسلام بقرابة 80 سنة. أما قبل الإسلام لم تكن هناك كتابة عربية، والنقوشات اللي قلت توجدوا على الحجر واللي كانت مكتوبة معناتها مكتوبة على الحجر أو على أدوات أخرى كالعظم أو غيرها هي صحيح عربية ولكن مكتوبة بحروف غير عربية، كما احنا توا بالدارجة نكتبوا بالحروف اللاتينية على النت ولا نكتبوا بالحروف العربية، ولكن نتكلموا يعني الكتابة دارجة وتقرأها تقرأها دارجة لكن حروف غير معناتها الحروف غير بتاع الدارجة. ما فماش حروف دارجة تونسية ولا دارجة مغربية. إذا نستعير الحروف اللاتينية أو الحروف العربية للكتابة. نفس الشيء قبل الإسلام كانوا معناتها يستعاروا الحروف الآرامية ولا معناتها النبطية ولا غيرها ويكتبوا بها. أما الحروف العربية الأصلية واللي لقينا الآثار متاعهم هو موجودين في جنوب الجزيرة العربية وفي اليمن، وهم الآن اندثروا ما عادش نستعملوهم. الكتابات وجدت
فهمت؟ عربية أصلية وليس لها أي علاقة بالعربية اللي موجودة اليوم. نعرف احنا الحروف العربية اللي موجودة اليوم هي ليس حروف عربية وإنما هي حروف معناتها نبطية، معناتها ما عندها حتى علاقة بالحروف العربية الأصلية اللي موجودة في الجزيرة، معناتها في جنوب الجزيرة العربية. هذه الحروف اللي نقراوها معناتها توا في القرآن واللي نقولوا هي عربية فصحى وكذا هي الحروف الآرامية وليس حروف عربية. هذه معناتها نقطة ثانية حبيت أكد عليها على خاطر معناتها قالوا لي الملاحظة. النقطة الثالثة معناتها وهي زاد أيضا مهمة، كثير يطلب مني أدلة. أقول لهم وأعيد، لو تلقاو كلمة ولا حاجة قلتها غلطة صلحوني، أنا مانيش كلامي مقدس، أنا نبحث ونحاول باش نكون معناتها أكثر شيء ممكن ندقق المعلومة، وعند ما نوجد أي شك نذكر الآراء الموجودة كلها، على خاطر الهدف متاعي هو أنكم أنتوما تبحثوا. أنا نحاول باش نطرح الفيديو متاعي بطريقة مبسطة ونخلي الأشخاص الآخرين يبحثون. أنا معناتها هذا هو الهدف متاعي من الفيديو هذا. يمكن نهار آخر نعمل فيديوهات موثقة بالأدلة التاريخية وبالكتب وبالمصادر، أما الهدف من هذه الفيديوهات أني نتوجه لأكبر عدد ممكن من الناس اللي معناتها ما عندهمش الإمكانية باش يبحثوا ويدقوا ويعرفوا التاريخ متاعهم ولا الدين متاعهم الإسلامي. أنا كأني نستعمل نفس أسلوب شيوخ الجهل، توا الشيوخ متاع الجهل أو الدعاة عندما يعملوا محاضرة ما يجيش يقول لك مثلا يذكر لك حديث يقول لك أرجع للبخاري صفحة كذا 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 تلقى هذا الحديث، أو عندما يذكر لك قصة يعطيك المصدر، لا هو يتكلم والناس تسمع والناس تصدقه على خاطر مؤمنين بالدين هذاك، وهو بنفس الوقت وقت يلقي المحاضرة متاعه يعتمد على مصادر موجودة. يعني لو سألوا إنسان ينجم يجاوب. نفس الشيء أنا نحب نوصل للطبقة متاع المجتمع العادية، لأن هذه الطبقة مع الأسف تم إهمالها وتركها لشيوخ الجهل والتخلف تلعب بها كما تحب. والدراسات العلمية الموثقة الحديثة بقات في الكتب وبقات بأساليب وبلهجة وبمنطق صعيب باش يفهمه الإنسان العادي. هذاك علاش احنا الشعوب متاعنا مع الأسف بقات تتبع كان في الشيوخ. هذاك علاش انا نقول ونعاود نقول ونشجع اي انسان عنده إمكانية باش يعمل فيديوهات بطريقة مبسطة يعملهم في اي مجال من المجالات اللي هو مختص فيه، باش الطبقة متاعنا متاع المجتمع العادية تفهم حاجات ما تنجمش توصل لها. هذوما معناتها النقاط الثلاثة اللي حبيت نذكرها. نواصلوا التاريخ هذا متاعنا الإسلامي، فهمت؟ التاريخ الإسلامي المزور، فهمت؟ نعرفوا احنا ان الغرب في القرن الخامس عشر والسادس عشر عندما راجع التاريخ متاعه ووضع الأسس العلمية للبحوث التاريخية وغيرها عمل بحوثات لحضارات أخرى. يعني ذهب للجزيرة العربية، ذهب إلى تركيا، إلى إيران، إلى الدول المستعمرة وقام أو المستعمرة أو الدول اللي كانت تحت الخلافة العثمانية، وأرسل أشخاص يقومون ببحوثات لكي يعرفوا حقيقة التاريخ. ومن بين معناتها البعثات اللي تم إرسالها إلى الجزيرة العربية وتم معناتها اكتشاف حقائق معناتها غريبة معناتها عجيبة ليس لها أي علاقة بما هو موجود في الكتب الإسلامية، ما يسمى بالمستشرقين. وقد معناتها شنوا حملة المسلمين وعلماء الإسلام ضد هؤلاء المستشرقين واتهموهم بالكفر وإنهم يريدوا أن يشوهوا الإسلام وأنهم كذا. إذن لم نأخذ بعين الاعتبار الدراسات العلمية اللي قاموا بها. يعني هم استفادوا من البحوث وصحوا تاريخهم وإحنا
بقينا نتبع في الكتب الصفراء وأبواق علماء الجهل يعاودونا في خرافات موجودة منذ مئات السنين. ولكن اليوم مع وجود انترنت، مع سهولة وصول المعلومة، عندما نراجعوا البحوثات نتاع المستشرقين هذم اللي يسميوهم عندهم كفار وحب يشوهوا الإسلام، نلقاو حقائق مادية ملموسة واضحة. هذه بحوثات علمية في الجزيرة العربية تم أثبت أن الإسلام لم يظهر ولم يكن كما يقول المسلمين، ما عنده حتى علاقة، وإنها أكذوبة كبرى. هذه هي المشكلة اللي احنا توا لازم نراجعوا التاريخ بتاعنا، خاطر ما نجموش نبنيو حضارة وما نجموش نكونوا أشخاص معناتها محترمين واحنا نعتمدوا على كذبة. التاريخ ماهوش لعبة، التاريخ يجب دراسته دراسة علمية، مش على خاطر فلان قال وفلان قال وفلان قال وعملنا وقال كذا كذا كذا، يعني هذيك حقيقة. أعطيني الأدلة، عندما تقول أنت محمد موجود أعطيني الأدلة. حل مكة والمدينة للبحوثات، لكن مع الأسف منذ قيام السعودية منعت منعا باتا أي بحث في الجزيرة العربية وخاصة في منطقة الحجاز، منطقة مكة والمدينة، وقامت حتى معناتها بوضع المرمر في مكة وتبديل عدة أشياء لكي منع أي بحث علمي في هذه المنطقة، لأن أي بحث علمي في هذه المنطقة سوف يكشف أكذوبة الإسلام اللي موجودة في التاريخ واللي موجودة في الكتب الإسلامية. هذه نقطة معناتها مهمة حبيت نقولها. النقطة الثانية الأخرى اللي حبيت نقولها اللي هي زادة مهمة، إن أقدم نص تاريخي لدينا هو نص يعود إلى تقريبا 22 للهجرة، أي بعد موت محمد على حسب التاريخ الإسلامي 10 سنوات، أي في خلافة عمر. هذا النص لو تعود إليه وهو مكتوب بشبه العربية وباليونانية القديمة وفيه الصليب، يتكلم على غنيمة حرب، وهذا النص موجود نلقاوه في مصر، في وسط مصر، فيه اللي معناتها رانا سلمناكم كذا وكذا، في بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله راهي موجودة عند اليونانيين، عند البيزنطيين كانوا ديما كل ما يبداو يكتبوا بسم الله، يعني هذه ليس إسلامية، كانت موجودة قبل. والغريب أن في شعار الصليب، وهذا النص التاريخي يتكلم على معناتها أخذ غنائم، لا فيه محمد لا فيه حد شيء، لا فيه إسلام لا فيه حد شيء، عبارة على عصابة تربط من موجودة في الجزيرة العربية، تربط من مصر أنهم يعطيوهم فلوس ويعطيوهم أغنام ويعطيوهم أشياء يعني كغنيمة حرب. هذا هو النص اللي عندنا. أما النص اللي بعده اللي هو يعتبر من أكبر النصوص التاريخية اللي ظهر بعد تقريبا في السنة 80 للهجري، هو القرآن. والقرآن كما قلت لكم ماهوش مكتوب حروف عربية الأصلية اللي هي حروف اليمن، وإنما مكتوب بالحروف العرامية. المهم هذا معناتها هذه نقطة مهمة حبيت نذكرها، لهذا يعتبر التاريخ معناتها القرآن مصدر مهم. لو نعاود نقرأ القرآن طريقة أخرى، فهم آخر، يحتوي على كثير من الحقائق. هنا اللي أنا حبيت نوصل له من هذا الكل معناتها النقاط هذوما، إن فكرة الفتوحات الإسلامية هي كذبة من الكذبات.
خلينا نشوف شنو هو العالم في ذلك الوقت علميا وتاريخيا. نعرف اللي احنا في ذلك الوقت كانت روما مسيطرة على شمال افريقيا وعلى الشام وعلى اوروبا، وكان هناك الفرس مسيطرين على فارس وافغانستان والمناطق هذيك. المسيحيين اللي موجودين في روما كانت عندهم ظهرة مذاهب، من بين هذه المذاهب المهمة هي ما يسمى بالمسيحية الموحدة، اللي ما تؤمنش اللي عيسى هو ابن الله وإنما تعتبره رسول. وهذوما لقاو اضطهاد كبير وهربوا، الأطراف الإمبراطورية، منهم الجزيرة العربية ومناطق أخرى حتى في جنوب معناتها السودان وجهة أثيوبيا وأريتريا وغيرها، وموجودين زادة في شمال إفريقيا وموجودين في مصر وموجودين في الشام. هذوما الموحدين ما يؤمنوش بالفكر معناتها التثليثي للمسيحية، ووقعت صراعات في الكنيسة كبيرة جدا. فما اللي يحب يفصل المسيحية عن اليهودية كليا، وفما لا يحب يعني يجمع المسيحية واليهودية مع بعض. المهم نتيجة هذه الصراعات وكل شيء وقع ما يسمى بسقوط روما الغربية، معناتها ولات ما عادش عندها قيمة، وظهر معناتها نجم ما يسمى بيزنطة، البيزنطيين. هذوما البيزنطيين كانوا مسيطرين على الشام وعلى مصر وما تحت مصر، وكان عندهم تحالفات مع قبائل عربية ومع شخصيات عربية من وقت ظهورهم، والعلاقة التجارية وغيرها، منهم بنو أمية اللي كانت عندهم علاقة كبيرة مع البيزنطيين. عندما ظهروا ظهر في الجزيرة العربية، وهذا موثق، إن هناك مجاعة ظهرت في الجزيرة العربية كبيرة، وهذه المجاعة جعلت ما يسمى القبائل العربية تهجم على بعضها وتسرق نساء بعضها وتقتل رجال بعضها، معناتها القبيلة هذه تقتل الرجال هذه وتاخذ الغنائم والأموال وكذا باش يعيشوا. يعني حالة الفوضى الكلية موجودة في الجزيرة العربية، إلى أن جاء وقت ما يسمى الطبقة هذه الجائعة الفقيرة وصلت إلى مكة والمدينة، وكانوا اللي عندهم الأموال وعندهم السلطة هما يهود المدينة وبنو أمية في مكة، كانوا بالطبع معناتها عندهم التجارة وعندهم كل شيء. فتكونت حركة نجم نقولوا احنا انفصالية من هؤلاء العبيد وهؤلاء الفقراء وهؤلاء المعدومين، فهمت؟ وحبوا يثوروا على هذا الوضع، وبالفعل يعني وقعت هذه الثورة معناتها متاع الجياع، أنا سميها ثورة الجياع، واستطاعوا أن يكونوا دولة في المدينة تهجم على القوافل العربية وغير العربية، وخاصة القوافل متاع بنو أمية لسرقتها ونهبها، إلى أن تطور الأمر وتم الهجوم على مكة واحتلال مكة. يعني هذا تقريبا نجم نتصور ونستخرجوه من التاريخ الإسلامي، فهمت؟ هذا معناتها تصور ليس افتراض. المشكلة راهو المشكلة نتاع ياسر أشخاص في العالم بين قوسين العربي الإسلامي هي مشكلة مصطلحات. وقت أنا نقول حاجة مثلا نقول افتراض ليس يعني حقيقة، هو افتراضات، لأن ليس لدينا أدلة تاريخية، هذه افتراضات من المصادر اللي عندنا. وتنجي أنا نقرأ القرآن، فهمت؟ النجم نخرج افتراضات، يعني هو أقدم وثيقة إسلامية النجم نعتمد عليها، خطر عندنا النص من صحيح مش من وقت محمد ولكن أقرب ما يكون لوقت محمد. وعندما نلقاه هذه الوثيقة الـ22
من الهجرة اللي تتكلم على غنائم وعلى أخذ أموال، ظاهر إن معناتها اللي يظهر في مكة والمدينة هي عبارة على قرصنة، قرصنة وهجوم وسرقة. وحتى الآن الإسلام ليس له وجود، الإسلام توجد من بعد، وهذوما الأشخاص اللي موجود معناتها كانوا متأثرين ما يسمى بالفكر المسيحي الموحد، يعني يؤمنوا اللي عيسى مجرد نبي فقط، ليس هو معناتها هما ضد التثليث، واستطاعوا بعد لا سيطروا على ما يسمى القبائل العربية وضموا كما نقولوا احنا كل السراق مع بعضهم، ابداوا يهجموا على ما يسمى خارج الجزيرة العربية وسرقة الشعوب الأخرى. هنا بيزنطة قلقت هاجمين عليها، فهمت؟ مع هي عندها تحالفات سياسية واقتصادية استطاعت أن تغير مركز القوة من مكة والمدينة إلى الشام، وذلك بمساعدة الأمويين اللي هما كانت عندهم سلطة في مكة، وهالثورة متاع الجياع سيطرت عليهم ونحت لهم الهيبة متاعهم الاقتصادية، فهم انتقلوا إلى الشام في عهد عمر وخذوا ولاية الشام وولاية مصر في عهد عمر. من بعد زادت القوات، هذا حسب المصادر الإسلامية، حسب المصادر الإسلامية أنها وقعت فتوحات، فتح الشام وفتح مصر، هذه كذبة، لم يكن هناك أي فتح، لأن هذوما المناطق هما تحت سيطرة بيزنطة. بيزنطة أعطت هذوما المناطق لبني أمية باش يحميوها من هذوما القرصان بتاع الصحراء، وباش تبدل ما يسمى الهجوم نحو بيزنطة إلى الهجوم نحو فارس، خاطر هو اللي شكل خطر. نجم نقولوا بيزنطة قالت لهم نعطيكم السلاح ونعطيكم كل شيء ونعطيكم الإمكانيات، غير طيحوا لي هذه فارس، وهذه نلقاها في القرآن عندما يتكلم وغلبت الروم وبعد معناتها من بعد معناتها يتغلبوا باش يغلبوا. في الحقيقة لازم نرجعوا للنصوص، الروم هوني مقصود به بيزنطة، فهمت؟ خاطر كانت تسمى الروم الشرقية والروم الغربية، مش علينا احنا مانيش ندخلوا في المتاهات هذه نتاع المسألة، هذاك علاش انا نحب نعمل فيديوهات نحاول نقراو القرآن بطريقة منطقية، خاطر يحتوي على أسرار. بالنسبة لي سر الإسلام موجود في المسيحية وفي القرآن، وفي القرآن ليس كما هو الآن، وإنما في القرآن قراءة من بين السطور وقراءة معناتها قراءة منطقية تاريخية تعتمد على الأدلة، نلقاو ياسر حقائق في القرآن. إذن مسألة فتح الشام ومصر هي أكذوبة، ليس هناك لا فتح الشام ولا فتح مصر، وإنما الأمويين اللي كانت عندهم سلطة في مكة واللي سيطروا عليهم القرصان تم نقلهم إلى الشام، وكونوا ما يسمى بدولة إسلامية، معناتها مش إسلامية، هي ما كانتش إسلامية، فماش إسلام حتى توا، فماش إسلام، لأن الإسلام اللي عندنا توا هو عبارة على النصرانية، على المسيحية الموحدة التي جمعت مبادئ المسيح مع اليهودية. هذاك علاش توا كي نشوفوا اليهودية نلقاوها كلها حرب وهجوم وكذا، وديانة منغلقة على نفسها، بينما المسيحية هي ديانة عالمية وتلقاها سلمية، يعني ما فيهاش الحروب وكذا. هذاك علاش وتنجيو نشوفوا القرآن أو الإسلام توا اللي موجود توا نلقاوه يجمع من بين اليهودية والفكر اليهودي نتاع الأمة والشعب الله المختار والأمة معناتها خير أمة أخرجت الناس، والفكر المسيحي العالمي، يعني جمع من بين الزوز مع بعض العادات والتقاليد نتاع الجزيرة العربية والديانات الصبائية والزردشتية وغيرها، يعني خليط. ولكن الأساس نتاع الإسلام
هي المسيحية الموحدة اللي كانت منتشرة في الإمبراطورية البيزنطية، واعطتهم بيزنطة السلطة في الشام لكي يوقفوا الغزو ما يسمى متاع القرصان متاع الصحراء وتوجيهه نحو فارس، وهناك وقعت إسقاط الإمبراطورية الفارسية. يعني هذه مسألة مهمة جدا راهو، فما قولة معناتها هي يقول لك التاريخ يعود يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، راهو التاريخ يتبدلوا الأشخاص لكن يبقى نفس الشيء. وتنشوفوا توا احنا مثلا روسيا كيفاش سقطت، نجوا نشوفوا نقولوا الإسلاميين هما اللي سقطوا روسيا في الحرب الأفغانية، ولكن شكون دعم هذوم؟ مو الأمريكان والغرب. نفس الشيء هذاك وقع، يعني أشخاص سراق مجرمين يحبوا يموتوا عندهم عقائد وأفكار وكل شيء، جات دعمتهم بيزنطة لإسقاط فارس وسقطت الفرس وسيطروا على تلك المنطقة، فهمت؟ وفي عهد معناتها عبد الملك بن مروان بدا يظهر الإسلام، بدا يظهر الإسلام، يعني وقتها بدات أصبحوا قوة، هذوما اللي كلفتهم بيزنطة باش يحميوها بداوا يصبحوا قوة، خاصة عندما سيطروا على شمال إفريقيا وحاربوا. شكون حاربوا في شمال إفريقيا؟ حاربوا الرومان، ما يسمى روما الغربية. هذاك علاش لقاو صعوبة؟ لأن التواجد متاع روما الغربية كان قوي في شمال إفريقيا، بينما التواجد متاع بيزنطة في الشام وفي مصر كان هو الأقوى. هذاك علاش يعني الدخول كان بسيط، خاطر التسليم، خذ هذيك المنطقة أحميها ونرجع للنقود وكل شيء والكتابات كلها فهمت مكتوبة بالبيزنطية يعني باليونانية، فهمت؟ من بعد تظهر ما يسمى الاستقلالية. إذن في الحقيقة فتح شمال إفريقيا لم يكن فتح، وإنما كان بدعم بيزنطي لهؤلاء المسيحيين الموحدين للسيطرة على شمال إفريقيا والقضاء على ما يسمى المسيحية المثلثة اللي تؤمن بالتثليث. لو كان الإسلام بالفعل معناتها دين كما ظهر، علاش متجه نحو شمال إفريقيا؟ علاش ما بطش الجنوب إفريقيا وكان بسيط أنه يسيطر على كل إفريقيا لو كان الهدف متاعه نشر الحق؟ لو تشوفوا الجنود اللي دخلوا معناتها مشاو مع حسب التاريخ الإسلامي عقبة بن نافع إلى شمال إفريقيا، كلهم جنود مأجورة، كلهم جنود مأجورة. أرجعوا للتاريخ تلقاهم جنود مأجورة، أكثرهم مسيح موحدين. القيادة نجم نقوله فهمت عربية بتفويض بيزنطي للقضاء يعني على ما يسمى الديانة المسيحية التي تؤمن بالتثليث. وإسبانيا كانت تاب معناتها نفس الشيء، دخول إلى إسبانيا كان نفس الشيء من أجل القضاء كليا على ما يسمى روما الغربية بإذن بيزنطي وبدعم بيزنطي. هذاك علاش نشوفه بيزنطة وقتش تحت عند قيام الخلافة العثمانية الأتراك. يعني احنا توا نحكيو في تاريخ الأمويين، في وقت الأمويين فهمت، يعني الأمويين والعباسيين، العباسيين بدأت تظهر القوة الإسلامية، بدأت تترسم كما نعرفوها توا، بدأ يظهر الكتابة والتدوين وكذا والتبديل والقرآن وغيرها وغيرها وغيرها، يعني بدأت تظهر المؤرخين في العباسيين بدأ يظهر. من بعد سقوط العباسيين وظهور ما يسمى بالخلافة التركية العثمانية، وقتها سقطت بيزنطة تقريبا في القرن الخامس عشر، يعني بعد محمد تقريبا 800 سنة. وقتها هذه
القوة بتاع المسيحية الموحدة اللي هي بعد ولات اسمها إسلام، فهمت؟ وهي الجمع بين اليهودية والمبادئ اليهودية، فهمت؟ وجعلها معناتها إمبريالية بمفهوم المسيحية العالمية، وبدأت ترسم الخريطة متاع العالم الإسلامي. وقتها ظهرت ما يسمى الخلافة العثمانية وسقوط بيزنطة كليا، بدأ ينبع ما يسمى بفكر في الغرب، ما يسمى بالفكر التجديدي، باش يحاولوا معناتها يحميوا رواحهم ووضعوا القواعد العلمية والقواعد الفعلية للبحث التاريخي. وبحثوا هذه المسألة بحث دقيق، وتكونت ما يسمى الآن نسميها بالحضارة الغربية. إذن ما يسمى بالفتوحات الإسلامية، لا فما فتوحات إسلامية ولا هم يحزنون، هي عبارة لعبة سياسية، كانت صراع بين المسيحيين الموحدين وبين المسيحيين اللي ثلثوا. المسيحيين الموحدين مع الوقت أصبح هو الإسلام، ولو نعود للنصوص القرآنية نلقاها مكتوبة على أشياء محيت من قبل وتبدلت، وكل ما هو موجود في القرآن هو عبارة على نصوص قديمة تم تجديدها وتطويرها من أجل إظهار هذا القرآن، ثم نسب ذلك إلى شخص كان في الصحراء، فهمت؟ كان رئيس عصابة اللي هو محمد، فهمت؟ قثم، وتم تكوين الدين الإسلامي. هذه معناتها النظرة التاريخية الأقرب للواقع، ومعناتها أنا معناتها ذكرتها بطريقة مبسطة وسهلة. أما راه ما هو موجود في التاريخ الإسلامي كله كذب، ما عنده حتى أساس من الصحة. نظن الفكرة واضحة وبينة، يعني محمد ليس له أي دليل لوجوده تاريخيا، والخلفاء الراشديون وكل هذه الكل هي صراعات بين رؤساء عصابات كانوا يسيطروا ويسرقوا معناتها الشعوب الأخرى. والمسألة واضحة وبينة لو ترجع للتاريخ معناتها العلمي الحديث، لو تشوف خاصة لو السر موجود في القرآن. هذاك علاش أنا نحاول باش نعمل فيديوهات باش نحاول نفسر بعض آيات قرآنية وفهمها بطريقة أكثر منطقية وأكثر عقلية وأكثر قريبة من الواقع. لو تحب تفهم التاريخ قارنه بالواقع. ابن خلدون عندما أسس علم معناتها الاجتماع والتاريخ، بحث في التاريخ بحثه بطريقة علمية. التاريخ يعيد نفسه، كما توا قاعدين يستغلوا في الشعوب، فهمت؟ قبل كانت القوى العظمى دائما تستغل شعوب أخرى وتخلق أفكار ليس لها أي أساس من الصحة باش تلهي الناس. هذاك علاش أنا نأكد ونعاود نقول كون مستقل، ما تتبع حتى حد، فهمت؟ حتى كانت تتبع معناتها شخص معناتها أو فكرة تكون مقتنع بهذيك الفكرة. وراهو المشكلة بتاعنا هي مشكلة مصطلحات، لازم نفهم المصطلحات. هذه مسألة طولنا بحثوها في فيديو قادم. نظن الفكرة واضحة وبينة، لا فما فتوحات إسلامية معناتها كلها خرافات موجودة في الكتب الصفراء ليس لها أي دليل تاريخي. قال لك فتح الشام وفتح مصر وفتح شمال إفريقيا وفتح إسبانيا وكل هذه أمور، فهمت؟ ما هيش ثابتة تاريخيا، وإنما موجودة إلا في مخيلة المسلم المغيب المستسلم الخاضع للأفكار اللي يقولوها له شيوخ الجهل. نظن الفكرة واضحة مع فيديو قادم، وبسلام.